كثير متفائلين بشكل عام، يعني كلياتنا السوريين متفائلين باذن الله رح يعمل خير والسلام باذن الله. ان شاء الله تجي خير بجاه النبي يا رب، تعود علينا السلام بجاه الله. الله يقومنا الجيش ويحمي لنا هالبلد، يرجع الامن والامان لهالبلد وترجع الالف منها القلوب، هي اكثر امنية بتمناها. اتمنى لسوريا الخير طبعا، وعود الامان والاستقرار ان شاء الله، وقياده طبعا قيادنا الحكيمه بشار الاسد وجيشنا وشعبنا. تنتصر سوريا ويكون الشعب كله بخير. امنياتنا يتحقق الشيء اللي بدنا اياه، الشيء المضبوط، ويكون كل هالناس مبسوطه. يعم السلامه بسوريا، يتحقق الامانين للمستقبل، ونشوفكم بخير دائما. كون سوريا بخير بس، ما بقى بدنا شيء غير هيك. كل عام وانتم بخير، وان شاء الله بيعم الامن والسلام على سوريا، والله يحمي الجيش العربي السوري. الله يحيي شوارعك يا بلادنا.